مرحبا مجددا. لا زلنا مستمرين وعلى اللقاءات فاعلين. كت هذه بالله. ها حياك الله طاحم. هلا وحياك. امرك تمام الحمد لله. الله يحييك. الله يسلمك. اسمك كريم؟ هاني حسن موسى. ونعم من السودان. ونعم والله. الله يحييك. الله يسلمك. الله يحييك. ماذا تفعل في هذا المكان؟ والله بتمشى انا على طول بعد المغرب. ما شاء الله. بجي بتمشى على الحديقه هنا. ما شاء الله. احسن كل ملعب هنا مرات. ما في احلى من التمشي. اي والله صح. الله يحييك. تروح عن النفس. اي صح. الاستاذ قلت لي اسمك ايش عفوا؟ هاني حسن. الاستاذ هاني. اكيد لك ماضي. اكيد كنا صغار بعدين يعني كذا كبرنا شوي اطفال بعدين صرنا مراهقين وشباب ولا زلت ان شاء الله شاب. تمام؟ ايه اكيد. قلنا شيء؟ نبي كذا تعطينا موقف سري سبيشل حصري لنا سويته كذا وانت صغير في البيت في المدرسه عيد جبته. أيوة. ها مشكله سويتها. أيوة. ما كان احد يدري عنها يعني هذه بعد سنين هذا اجى. أيوة. الليله اطلع على السرياني هذا اللي بتاع البيت. اي ابن ذيك اليوم من باب الاعتراف عشان تقول انا غلطان اني سويت واحد اثنين ثلاثه عشان يعني تقول لا يعني اعترف اني والحين. أيوة. مش يحضرون الحلقه هذه ويشوفوا الاعتراف الحين بعد فتره. عادي عادي, عادي خلاص بعد كل هالسنين ما حد بيحاسبك. أه؟ راحت بس انت عشان يمكن في قلبك شيء عشان ضميرك ما يأنبك. أيوة. اعترف اعترف من اللي ظلمته من اللي ضربته من اللي خديت شيه وهو ما يدري. ها ما ظلمت احد. ممكن ظلمت لكن ما ظلمت احد. ظلمت لكن ما ظلمت. ترى كلنا نقول كذا. ايوه بس كنا في يوم من الايام تظلم وتنظلم ممكن وانت تدري ممكن ما وانت ما تدري. والله ما متذكر لكن. طيب حلو عطنا اجل موقف كذا سويته غير اكيد ان شاء الله انك ما ظلمت اخذت شيء لاحد ها وهو ما يدري سويت مشكله ولاهل ما كانوا يدرون. لازم تعترف اليوم. والله ما متذكر لكن متذكر كنت مره اخذت السياره عندي واحد قريب جاء عندنا جالس عندنا بالبيت. ايوه بعدين اخذت مفتاح السياره وكذا كنت صغير يعني ما والله ما عنده رخصه ولا شيء يمكن عمري كان 10 سنوات ولا شيء كذا. 10 سنوات. اي 10 سنوات واخذت السياره. اي اخذت السياره ومشيت جبت. تعرف تسوق وقتها؟ ما اعرف يعني شوي كده. بعدين اخذت اثنين من الحله او من الحاره بتاعتنا يعني على اساس انه اوريهم انه في سياره وعندي سياره. فنان انك اخذت السياره خطير يا عم هاني. ايوه اخذت السياره ممكن زي ساعه وفي الحاره بدور. ايه؟ فرمت اليد مرفوعه بعد جيت راجع السياره خربت في الطريق خليتها وخليت المفتاح فيها ورحت. خربت ولا صدمت؟ لا ما صدمت لكن خربتها بس خليتها على الطريق. ايش سويت كيف طلعت نفسك من الموضوع؟ والله هربت بس. هربت؟ اي ممكن سياره لمين؟ للوالد؟ لا ود عمتي كان. ود عمتك؟ اي. طيب وبعدين؟ ما دروا انك انت الفعل؟ لا هم طلعوا يشوفوا السياره ما عرفت انه في الحاره علموني انه السياره حدا هاني من جيب من فين جاب المفتاح؟ انا حصلت المفتاح على البيت ورحت. وكيف اتفاهم معك ود عمتك؟ والله اتفاهموا معي اظن بعد ثاني يوم لاني رحت بيت خالي جلست عندي يوم اليوم الثاني. ايه. جوني هناك امورك طيبه. ايش طيبه انا ضربت ضرب اليوم. تستاهل ولا ما تستاهل؟ والله الصراحه يستاهل لانه استاهل. هو كان ضيف عندنا وجاي جالس بعد هو ضيف. اي والله واخذت السياره وجاي شغل وكان شغله يعني حرمت ان شاء الله بعد. لا بعد يعني هذه ميزه مشت سيده الطق هذا خلاص خليك تحرم اللي بعد. اي صح صح ولا؟ اي صح. الله يعطيك هذه من الاشياء لازم ما انساها ابد. أكيد ما تنساها لكن هذه فكرة يعني أكيد. ها؟ لكن ما عملت مشاكل مصايب كبيرة كذا يعني بس يمكن هذا. والله ما أدري عنك يا أستاذ هاني. إن شاء الله نقول إن شاء الله. والله إن شاء الله بإذن الله. عاقل أجل مالك لا الحمد لله والله عاقل الحمد لله. الله يسلمك. الله يحييك يعني. سعدنا بك. والله أنا سعيد إنه مبسوط جدا اليوم أقابلكم بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. الله يعطيك العافية وأنت بصحة وسلامة. ربنا يعطيكم الصحة والعافية ويوفقكم إن شاء الله. الله يعطيك. الله يحييك. شكرا لك. الله يسعدك. ماسة الله يحييكم. ماسة. ماسة. الله يحييكم. هذه قناة ماسة.